رغم حالة الرعب التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أن انتشار الوباء الجديد له آثاراً إيجابية وفوائد على المناخ، واستطاع فعل ما لم تستطع فعله الاتفاقيات العالمية من أجل خفض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن تراجع حدة التلوث في الصين بسبب القيود المفروضة على السفر وإغلاق الشركات الصينية، إذ أسهم ذلك في انخفاض ثاني أكسيد النيتروجين بشكل كبير، خاصة في مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس القاتل الذي انتشر في أكثر من 58 دولة في العالم. وأشارت تقارير أجنبية إلى أن الحجر الصحي كان سبباً في انخفاض معدلات التلوث، وأوضحت الوكالة أنه لأول مرة يحدث الهبوط الكبير بمعدلات التلوث بالصين، وأن الفيروس قضى على ربع انبعاثات الصين من الغازات الدفيئة المدمرة. وكشفت صور الأقمار الصناعية أن تلوث الهواء في إيطاليا انخفض كثيراً بعد فرض الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد وتقييد السفر والنشاط الصناعي وإغلاق المدارس والمطاعم. وأوضحت الصور انخفاضاً ملحوظاً في انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز ضار ينبعث من محطات توليد الطاقة والسيارات والمصانع، ويعد أحد المسببات الرئيسة للاحتباس الحراري. شاركنا، هل ترى لفيروس كورونا فوائد أخرى؟